مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة 2023 تبدأ مختلف جهات الدولة في التحضير والاستعداد على أكمل وجه لهذا العرس الديمقراطي عبر اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بشكل سلس. نعم، ومثل ما عودتنا مشاهدينا دائما قوة الإطفاء العام على توزيع آلياتها والقوة العاملة فيها على جميع المدارس اللي إن شاء الله راح تجرى فيها عملية تصويت الناخبين. هذا أكيد بلا شك راح يهدف إلى التعامل يعني مع أي طارئ على مدار الساعة حفاظا على سلامة الناخبين. مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا من غرفة عمليات الإطفاء في مشرف زميل فايز البطي مراسل تلفزيون دولة الكويت. فايز، صباح الخير. بداية، لو تنقل لنا استعدادات قوة الإطفاء العام للانتخابات اللي يعني باجي لها تقريبا أسبوعين. صبحك الله بالخير زميلي منصور، وكل التحية والتقدير لجميع متابعين تلفزيون الكويت عبر برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل تتضامن وتتكاتف جميع جهات الدولة من أجل إنجاح العرس الديمقراطي والذي سوف يقام في 6 يونيو القادم. جهود جبارة تبذلها جميع جهات الدولة متناسقة متضامنة من أجل إنجاح هذا العرس. من أهم أركان هذه الجهود التي تساهم في إنجاح العرس الديمقراطي هي قوة الإطفاء العام، والتي سيكون لها دور كبير في حماية وسلامة أرواح المواطنين الناخبين في المقار الانتخابية وأيضا في مراكز الاقتراع. نحن الآن في مركز العمليات أو في العمليات المركزية في الإدارة العامة للإطفاء، نستضيف معنا النقيب علي الملة ضابط في إدارة الإعلام والإعلام في قوة الإطفاء العام. نقيب علي، أرحب فيك على الهواء مباشرة. حدثنا عن استعداداتكم لانتخابات 2023. اولا بالنسبه للمغار الانتخابيه، بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، نصبح عليكم وعلى الساده المشاهدين، ونشكركم على هذه الاستضافه اللي ما هي غريبه عليكم لدعم رجال الاطفاء وجميع جهات الدوله وابراز دور الجهات المعنيه في انتخابات امه 2023. بدايه في يوم الثلاثاء تاريخ 6/6 راح يكون هناك انتخابات امه 2023، وما قبلها انه يكون هناك المقار الانتخابي للمرشحين بأن يكون هناك الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة لتقليل من نسبة المخاطر وتقليل من نسبة الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات، إلى أن يأتي دور قطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام باستخراج التراخيص في لهذه المخيمات لإخواننا المرشحين، إلا بعد ما يتم توافر أنظمة الأمن والسلامة في هذه المقار لتأمين وتقليل نسبة المخاطر في حماية الأرواح والكوارث أو المصائب. نقيب علي، يعني بالنسبة للمغار الانتخابي خاصة أن احنا مقبلين على شهر الصيف، ما هي النصائح التي ستقدمونها للإخوان الذين يحضرون الندوات، أيضا بالنسبة لمخارج الطوارئ، بالنسبة لي ما هي شروط السلامة في المغار الانتخابية؟ أكيد بلا شك بأن لن يتم ترخيص المبنى إلا بعد ما أن يتم كشف كامل من قطاع الوقاية لهذه الخيم، سواء كانت المداخل والمخارج، سواء كان هناك الكثافة العددية في هذه المقار ممكن يؤدي إلى حدوث الزحمة أو الاختناقات داخل الخيمة، ممكن من أنظمة الأمن والسلامة، هذه الأنظمة هي اللي تحمي المقر الانتخابي سواء كان من مطفأة الحريق أو الخراطيم المياه أو أن المخارج تكون مرات مزدحمة، فمن الصعوبة خروج هذه المواطنين. فدائما إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام تناشد جميع إخواننا بأن التزامك بهذه الاشتراطات تقلل من نسبة المخاطر سواء كان هناك داخل المقر الانتخابية أو خارج المقر الانتخابية، سواء احنا مقبلين على فصل الصيف أن يمكن هناك الحرارة عالية، سواء كان مثلا هناك موصلات كهربائية رديئة الجودة، رديئة الصنع داخل هذه المخيمات ممكن تؤدي إلى حدوث شرارة تؤدي إلى احتراق هذه المخيمات. فنرجو من إخواننا المرشحين بالتزامهم بتطبيق الاشتراطات الأمن والسلامة
الإقامة في المخيمات خيم المرشحين. بالنسبة لي يعني أيضا المغارات الانتخابية، إذا هنالك يعني إذا وجدتم أن مغر انتخابي غير ملتزم أو هنالك بعض النواقص في هذا المغر، ما هي إجراءاتكم أنتم كقوة إطفاء العام؟ أكيد هناك إجراءات صارمة من قطاع الوقاية في هذه المقار، بأن التزامهم لابد من الالتزام في هذه الإجراءات حتى لا تؤدي إلى كارثة لا سمح الله إلى داخل هذه الخيم، فممكن يؤدي إلى إنذار وإغلاق تلقائيا من قطاع الوقاية إلى هذه المقرات الانتخابية. لننتقل إلى يوم الاقتراع المصادف 6 يونيو، قوة الإطفاء العام لديها خطة لوضعتها من أجل يوم الاقتراع، حدثني عن خطتكم وانتشاركم في اللجان الانتخابية في 6 يونيو. أكيد شعار قوة الإطفاء العام حماية الأرواح والممتلكات، من هذا المنطلق دائما تسعى قوة الإطفاء العام على تأمين وحماية الأرواح والممتلكات. فهناك شقين من قطاع من قوة الإطفاء العام اللي هما قطاع الوقاية وقطاع المكافحة، فدائما قطاع الوقاية هم موجودين في قبل لجان الاقتراع قبل يوم الانتخابات بتأمين لجان الاقتراع، سواء كانت من مداخل أو من مخارج الطوارئ أو من التأكد من صحة وسلامة أنظمة الأمن وسلامة داخل هذه المنشآت، ودائما الجولات التفقدية بشكل يومي يكونون داخل المدارس لكشف هذه الأنظمة. أما في قطاع المكافحة فهناك 36 نقطة موزعة على محافظات دولة الكويت على الدوائر الخمسة، هي تكون نقطة استجابة سريعة بالإضافة إلى مراكز المكافحة، هم بشكل ومستعد دائما لا سمح الله إذا كان هناك أي تدخل أو أي ضرر، فدائما قطاع المكافحة متواجدة بالإضافة إلى قطاعات مختلفة منها إدارة العلاقات العامة والإعلام، فهي دائما تستعد في نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية للجمهور للتقليل من نسبة المخاطر في الأرواح والممتلكات. دائما نناشد اخواننا الناخبين او المرشحين او في مكان الاقتراع بان يمكن هناك كثافه عدديه، الابتعاد عن هذه الكثافه، الالتزام باشتراطات الامن والسلامه ليس سواء بقوه الاطفاء العام بل الى جميع الجهات المشاركه، الالتزام حتى تؤدي الى هذا اليوم الى نجاح ان شاء الله باذن الله. نعم ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. كل الشكر والتقدير للنقيب علي الملا من الاعلام والعلاقات العامه في قوه الاطفاء العام، جهود جباره تبذلها جميع جهات الدوله حقيقه لانجاح هذا العرس الديمقراطي من اجل ان تكون صوره مشرفه مشرقه للكويت. منصور، حقيقه نتمنى للجميع ان يلتزموا بتعليمات السلامه من اجل سلامتهم. نعم منصور. نعم فايز البطي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا لك ولضيفك الكريم.